Advanced Topics in Aerodynamics. فده Aerodynamics بوجه عام، في جزء خاص بالسيارات اللي أنا امتيازي بتاعها، Road Vehicle Aerodynamics. Contents بتاع الشابتر في Overview، في Base Separation، Bluff Body in Tandem، Ground Effects، Passenger Vehicles، Trucks and Buses، High Speed Trains. Selected references. Okay. فأول بند اللي هو الأوفرفيو. The road vehicles are probably the only class of systems for which aerodynamics is constrained by non-technical performance. فعندي فيجر واحد شكل كده، لو مستمعين قولوا لي. لا كله سامعين. سامع؟ طيب. الـ non-technical performances هي fashion، environment، regulations، etc. An example of input parameters on the aerodynamic design of a passenger vehicle is shown in the figure below. وبعدين هنا typical design inputs. جاب لك صورة عربية متغطية. وبعدين من الشمال لليمين من تحت كده economy, environment, technology, regulations, fashion, traffic, market. فده design inputs اللي بتبقى مهمة في العربية. انت راح تشتري عربية، لو انت بدور على economy ولا environment ولا technology ولا الريجوليشن ولا الفاشن ولا الترافيك ولا الماركت. هذولي 7 بارامتر. ايكونومي يعني العربية دي استهلاكها في الوقود ايه، قطع غيارها ايه، اسعارها. انفايرومنت الامباكت بتاعها على الانفايرومنت والاكزوست اميشن، ودي في الغالب تبقى قوانين الدولة اللي بتحكمها. تكنولوجي فيها هاي تكنولوجي ولا لو تكنولوجي. في ريجوليشنز قوانين، زي ان العربية دي اي عربية بتمشي على الطريق كبيرة او صغيرة. في شوية بارامتر كده يقول لك العرض الاجمالي كام، الارتفاع الإجمالي كام، التوتال يعني، والتوتال لينس كام. 3 external dimension. مهمين جدا أن أي عربية تمشي على الطريق لا تتجاوز هذه الأبعاد. بالنسبة للعرض، عشان الحارات اللي ما موجودة، الحارة ليها عرض، فما أقدرش أزود بقى أسيب كل الناس تعمل عرض عربية كبير، وبالتالي وهي ماشية على الطريق تعمل مشكلة. فاحنا موجود عندنا في مصر العرض الماكسيمم بتاع أي عربية 2 متر و60 سنتي. الارتفاع الإجمالي ما عديش 4 متر. الطول الإجمالي
بيبدأ يوصفها بالنسبة للأتوبيسات أو النقل بمقطورة، لأنه ما سجلش طول معين. فده أنت برضو لو ترجع للريجوليشن بتاع مصر دي مهمة بالنسبة لك تعرفها. عربات الملاكي ما فيش مشكلة لأن أبعادها بعيدة عن الليمت يعني صغيرة. فاشن الموضة ايه في العربيات كألوان وفوانيس وأشكال، الترافيك قوانين المرور عشان يرخصها، الماركت الماركت طالب ايه. فده واحد عايز يصمم عربية جديدة في السوق فلازم يبص للسبعة ديزاين انبوتس دول ويشوف هو عايز يعمل عربية يبيعها فين ولمين. Most often cars must look good. العربيات لازم يبقى منظرها جميل. Since designers are more important than aerodynamics. الديزاينر لو جبنا واحد بتاع aerodynamics أو artist يعني رسم شكل العربية جميل جدا. بأبعاد وأشكال وحاجات جميلة كده مغرية، يجي الديزاينر يقول لك العربية دي لا ما نقدرش نعملها بالشكل ده، فيبدأوا ياخذوا حوار مع بعض. الفاينل شيء للديزاينر، we will focus on a few general topics from an aerodynamic point of view. وجهة نظر الايروديناميكس. Road vehicles are three dimensional bluff bodies. Bluff عكس stream، يعني أنا عندي الشكل كده أخذ stream line. Bluff body اللي هو يعني زي ما تقول أتوبيس كده صار مستطيلات المقطع بتاعه. فده بيسموه بلاك بوديز and ground proficiency. Any attempt to recall the aerodynamics of streamlined bodies will not do. هيبدأ بقى ده بيعرف لك ال introduction للشابتر ده. Base, separation and wakes. نبدأ ناخد ترمينولوجي داخلة في الايروديناميكس. Base separation is one almost inevitable cause of large drag. Important experimental studies have been performed on the effect of scant angle. أظهر لي تعبير جديد اسمه scant angle. وشكلها في فيجر 2 slant angle، في scant angle وفي slant angle. فأنا عندي الشكل اللي هي bluff body وبعدين في الجزء الخلفي بتاعه في خط نازل كده يعمل مع الأفق زاوية ألف. هي السكانت أنجل. وفي فلو هيعدي السكانت أنجل في المحور الأفقي 30 45 60 درجة. فبيقول الزاوية دي ما بغيرها كل ما زودها يعني 30 السي دي ما حطش ارقام يعني انا بس بوريك يعني لا سكتش. كل ما زود الزاويه الدراج كوفيشنت يزيد لغايه ما اوصل في زاويه كريتيكال 45. بيحصل بعديها دوامات اللي هي نقدر نقول عليها بيس سيبريشن.
يعني الهواء مش ماشي مع الخط، هيبدأ يمشي بعيد عن الخط ويعمل دوامات، يعمل ويكس، وبالتالي بيعمل صوت عالي. بس السي دي بيبقى أقل، فده بيقول دراج كرايسيس. بعد 45 في دراج كرايسيس. بلاف بوديز انتندم، انتندم ده اكسبريشن موجود في السيارات، يعني ما يبقى في عربية المحاور الخلفية أكثر من واحد جنب بعض، فنقول أكسل انتندم. ما يبقى عندي أجسام الشكل بتاعها مش ستريم لاين وماشية ورا بعضيها زي لوري ورا مقطورة، زي تراكتور ورا سمتريلر. فبلاف بوديز انتندم التعريف بتاعه، بوديز انتندم ار تو اور مور، ممكن يبقى اثنين ورا بعض او اكتر. بوديز اون ايش اذر ويك، ما البلاك بودي ماشي على الطريق، فبيبقى الهواء بيقابل المقدمة ويطلع فوق السطح ومن الأجناب، يجي في الحتة الخلفية دي يعمل دوامات اللي هي الويكس. فتعريف البودي انتندمز تو اور مور بوديز ان ايتش اذر واي، يعني العربية اللي جاية في الخلف تبقى في المنطقة بتاعت الويكس العربية الأمامية، لو بعيد عن الويكس خلاص ما بقاش بودي انتندمز. This situation creates an interference that may be beneficial or detrimental for one of them. Typical examples are tractor trailer, truck motorcycle، يعني في truck ماشي ومرة موتوسيكل، racing cars عربيات السباق، and cyclists والناس اللي بيمشوا مسابقات الدراجات، following behind the lead. الاوتوموبيل ريسنج the effect is called drafting. drafting يعني بيسحب، يعني العربية الأمامية وراها تفريغ، العربية الخلفية جت في التفريغ ده معناها إنه هتبدأ تسحب العربية اللي ورا. ولذلك في العربيات الفورمولا اللي عايز يطلع الأول ما يمشيش في بداية السباق في المقدمة، خليه ورا واحد، ورا واحد معناه إيه؟ إنه في ويكس وتفريغ في العربية الأمامية في الخلف بتاعها، هو بقى في حد بيشده فبيريح الإنجن ويريح كل الميكانيكال سيستم بتاعه، بحيث بيجي في آخر لوب ويقدر يطلع بقى هو بقى الإنجن بتاعته مريحة طول السباق وماشي يدوب يمشي وراه يحافظ المسافة، يبقى انتندم ويسبق. كذلك بتوع الدراجات نفس القصة، فده بيسموها درافتنج، يعني الافكت ده بيسموه درافتنج. درافتنج is effective for the trailing body when its drag is reduced. The effect is strongly dependent on the separations between cars، المسافة اللي بينهم. The CD of the lead and the trailing cars increase up to one body length. تبقى المسافة دي تقريبا طول جسم العربية المقدمة. Then they stay almost constant. The down force negative. CL احنا عندنا CD drag coefficient، CL lift coefficient، the negative يعني في down force is also affected.
or the CL of the trailing car having the most dramatic change within one body length from the lead. Trailing car العربية الخلفية هي اللي بتأثر بالنيجاتيف داون فورس. Experiments are also available in tandem cars with lateral separation. في lateral separation يعني مثلا عندي راس الجرار والسيمي تريلر بينهم مسافة. المسافة دي بيسموها lateral separation. Case occurring during overtaking. الحالة دي بيشير لإيه؟ في lateral separation أنا عندي عربيتين ماشيين جنب بعض. المسافة اللي بينهم ده بيسموها lateral separation. فلو عندي عربية أسرع من الثانية فبيحصل تفريغ بين العربيتين، تفريغ هواء. فبيبقى الضغط الاستاتيكي على الجنبين بيحاول يخلي العربيتين يقربوا مع بعض. والكيس ده بتحصل في عملية الاوفرتيكنج. اوفرتيكنج يعني عربية عايزة تعدي ماشية بطيئة، عربية جاية سريعة عايزة تعديها وجاية وراها تخش على الحارة الشمال تعديها تخش على الحارة اليمين تاني. فده اللي يسموه overtaking أو يكمل على طول. سيبرنس on tandem cylinders بيعمل تجارب، بيجيب سيلندر ويحطهم ورا بعض ويأثر عليهم بالولند various diameter ratio أقطارها مختلفة and the longitudinal separation show that there is an optimal configuration with CD as low as 0.02 while in the worst case the tandem CD is of the order of 0.75. بقول لك لو جبت السلندر عرضتها في اتجاه الاكسل بتاعها عمود على اتجاه الويند فبيبقى لها سي دي، فيحط اثنين سلندر ورا بعض او ثلاثة او اربعة ويغير المسافات بينهم ويغير الاقطار. فيقول بيقدر يوصل لحالة انه يبقى سي دي 0.02 وفي حالات توصل سي دي 0.75. جراوند افكت المسافة اللي بين بطن العربية والطريق فدي بيسميها ground effect لأن بيعدي هواء فيها. ground velocity يعني المنطقة القريبة من الground has enormous consequence on the aerodynamic of all systems. with reference to drag this is generally higher. بوجه عام ليها تأثير. بالنسبة للدراج ليها تأثير كبير. one reason is that even on a symmetric body, the pressure field is altered to maintain the flow barrel to the ground. الهواء اللي بيخش تحت العربية على أساس إن الأرض ثابتة فعندها boundary layer فبتحاول تخلي الفلو barrel. Separation is sometimes enhanced by this situation. However, the most striking effect is on the lift, positive or negative. فلو خلينا المسافة بين بطن العربية والطريق قليلة جدا، فمعناها سرعة الهواء في المنطقة دي تبقى عالية. يعني سرعة الهواء عالية يعني الستاتيك بريشر في الحتة دي منخفض. معناها ان الهواء اللي فوق سرعته اقل.
الفتحة العربية، معناها النت فورس نتيجة الايروداينامكس هتبقى متجهة ناحية الأرض، وده بيسموه نيجاتيف ليفت. لو العكس بقى، إن سرعة الهواء تحت السطح العربية أقل أعلى من اللي فوق، واللي في أغلب العربيات، هيبقى الليفت لفوق. إحنا بنحتاج ليها تصميم في كل العربيات الفورمولا والريسنج، بيحاول يخلي الليفت نيجاتيف. الليفت نيجاتيف معناه ان الرياكشن بتاع العجل على الطريق اكبر من الوزن، هيبقى هو الوزن زائد النيجاتيف ليفت. فمعناها الارض العربيه او الكاوتش بيبقى ماسك في الارض كويس، فبيقدر يوصل سرعات عاليه، في الملفات بيبقى متزن، فده مطلوب في عربيات السباق. نقدر دكتور، نعم، هو الاف ليفت بيبقى بالسالب ازاي؟ يعني بنعمل ايه عشان يبقى بالسالب، غير ان احنا هننزل العربية ونخليها واطي خالص، بنعمل ايه تاني؟ هو الستمنت اللي جاي اهو، نظر افكت از الفنشوري. انت عارف الفنشوري؟ سمعت عن الفنشوري؟ نبقى عندي بايب ماشية ويجب أضيق الكروس سيكشن في حتة، فبضيقه بالتدريج بكيرف كده، فالجزء ده فنشوري، معناها في أضيق حتة هيبقى الهواء سرعته أعلى ما يمكن، ودي موجود في العربيات، في الكربراتير اللي فيها كربراتير، عشان يعمل فنشوري يزود سرعة الهواء في منطقة معينة، وده اللي بيخليها بيسحب البنزين من غرفة العوامة عشان يخلطهم على الهواء اللي داخل. فهو برضو بيضيق أسفل العربية ويخليها منظرها فنشوري، عشان يخلي سرعة الهواء في الفنشوري ده عالية. لما يعلي سرعة الهواء مع التوتال بريشر بتاع الأمبيانت ثابت، لما يبقى في سرعة هواء يبقى في تو كومبوننتس، واحدة ديناميك واحدة ستاتيك. الديناميك تعتمد على سرعة مربع السرعة، والستاتيك اللي هي الفرق بين الديناميك والتوتال. فأنا زودت سرعة العربية بفنشوري تحت، فده رد على السؤال بتاعك، إنه بيقدر يعملها عن طريق بعض الحاجات، منها الفنشوري channels on the underbody accelerate the flow thus creating a loss of pressure. This effect has been used whenever possible in racing cars. وانا دكتور، انا عارف الفنشوري بتعمل ايه، بس مش فاهم ازاي احطها وهتعمل ازاي، ايه الفعل بتاعها وتأثيرها على العربية. أنا دلوقتي لو أقدر أعمل وسيلة أخلي سرعة الهواء اللي بين الأرض وبطن العربية عالية، يبقى أنا عملت منشوري. يعني زي يعني الفنشوري اللي أنا عندي كروس سيكشن بدايه، صح كده؟ تمام. إذا أنت فاهم، وأنا بقول أنا أضيق المسافة بين بطن العربية والطريق. دكتور، هو الأفضل إن أنا أخلي السرعة تحت، سرعة الهواء تحت العربية أسرع ولا أبطأ؟ هو بص، يعني بقول في أبلكيشن أنا محتاجها أسرع، أبلكيشن محتاجها لأ. أقارن بين الأعلى سطح العربية وبطن العربية. الأبلكيشن اللي عايزها تبقى أسرع الهواء هيديني نيجاتيف ليفت، ده في الريسنج كارز. الكونفنشنال كار انا مش محتاجها، لان الريسنج كار ماشيه على
حلبة السباق، حلبة السباق بيبقى الطريق ما فيهوش مطبات، سموز، فيش مشكلة انه المسافة دي اضيقها زي ما انا عايز، العربية بطنها مش هيخبط في الارض. انما احنا بنلاقي مشكلة كبيرة جدا في مصر ان البسن الكار العادية كل ما خلي ارتفاع العربية قليل والجراوند كليرنس اللي بين بطن العربية وسطح الطريق قليل، كل ما الكروس سيكشن اريا اللي هي داخلة في الاير ريزيستنس هتقل. فكل العربيات الحديثة متجهين كده، لأن بره مفيش مطبات، مفيش مشكلة. احنا بنعمل مطبات سنة عشان في مناطق معينة نخفض السرعة، نخلي السواق غصب عنه يخفض السرعة. بره وحاطط سبيد ليميت، كاميرات موجودة، لو تجاوز السبيد ليميت في عربيات واقفة على الكورنر البوليس بيروح ماسك. فاحنا عندنا المطبات احيانا بتبقى عشوائيه خاصه على الطرق الاقليميه، لان بيبقى البيوت على الطريق والناس بتعدي، حصل حوادث الناس بتروح من نفسها كده عامله مطب عشوائي. المطب ليه تصميم وليه ابعاد ومرتبط بالسبيد ليميت اللي مكتوبه، هنا العمليه عشوائيه. ولذلك احنا عربيات كثيرة جدا ما يبقى المطب عالي بيبقى يعاني معاناة، ياخد بالجنب وعلى مهله عشان يعدي المطب، والاخر برضه بيلمس المطب، بيلمسه وهو ماشي بيعمل صوت، ممكن يعمل دمج. يقول باسنجر فيكل، باسنجر فيكل انتو سبيشال كلاسيفيكيشن ريليتد تو ذير سايز، حسب الحجم العربيه الملاكي بيديله كلاسيفيكيشن. في ميني، في ميديم ميني، في كونفنشنال، يعني في ميسترز كار، لكشري كارد، على حسب السايز بتاعها او على حسب الشكل. فمن ضمن الامثله انا بس الكارد هو الانتو سبيشال كلاسيفيكيشن ريت تو غير سايز. انا مثالي في الشابتر 3 كان في كلاسيفيكيشن، وهو بيديني مثال للسي دي بتاع عربيات مختلفة، حط لي لسه كده العربيات في جدول كده. فده برضو ده تقدر تقول ده الكلاسيفيكيشن بتاع، بس مع ان الجدول ده فيه انواع اخرى من العربيات. الضوء there are some aerodynamic implications. The reason for doing this are tax and environment. على حسب حجم العربية بره، يعني بيحط ضريبة الترخيص، يعني لما تروح انت المرور ترخص العربية بتدفع ضريبة. فالضريبة دي مرتبطة هنا في مصر مش بشكل العربية ولا العربية، الكبس بتاع السلندر كام بره ليهم حسبة تانية غيرنا. يعني though there are some aerodynamic implications, the reason for doing this are tax and environment. Another classification is due to its shape, الشكل بتاعها. واحنا دايما برضو الاشكال اللي انت شايفها دي ثلاث اشكال اللي قال عليهم دول برضو، يعني مش كل الاشكال، انما ده الدخل الشال يعني. فالعربية الأولانية الشكل الأولاني مكتوب عليها فاست باك،
شكل الغشة دي كده سماها فاست باك، ودي العربية ساب 9000. ساب دي عربية سعودية، وفي العربية اللي سماها نوتش باك زي مثال بي ام 520، بس الموديلات القديمة مش الموديلات الحديثة. في هاتش باك، انه في عادة هاتش باك ده بيبقى في باب في الخلف، وزي ما انت شايف النهاية بتاعتها الشنطة داخلة مع الصالون. ده الفولفو 760 برضو، الأشكال دي تغيرت تماما يعني، لأنه الأوبتيمم شيب بتاع الأيروداينامكس بقى معروف. فأي حد بيعمل من الشركات دلوقتي عربية جديدة بيحاول يجيب الأوبتيمم، والأوبتيمم ده ما حدش بيقدر يعمله بالظبط 100%، فبيحيد عنه شوية. فبتلاقي العربيات الأشكال اللي كان ليها شكل مميز أوي تعرفها من بعيد، خلاص الأشكال قربت من بعض. يعني العربية المرسيدس كان من بعيد تشوفها تقول ده عربية مرسيدس، من بعيد ده بي إم، من بعيد ده فيات، وهكذا، أو بيجو. التمييز من الأمامي في تمييز لغاية دلوقتي، لأن الشبكة بيخش من بره والفوانيس الأمامية ده بتبقى برضه معروفة للشركات نوع من التمييز. لو بصيت على العربية من الجنب هتلاقي أغلب العربيات كلها زي المسقط اللي قدامنا هنا قربوا من شكل واحد اللي هو الأوبتيمم ايروداينامكس، مقرب من الأوبتيمم. This side shortly called FHN. عن فاست باك، اتش هاتش باك، ان نوتش باك. بودي وورك اللي بيسموها ايروديناميك كمثال اد اونز. اد اونز بيبقى جاي العربية من المصنع، وفي ناس كده بيبقوا متخصصين يعمل لك اضافات على العربية عشان يبقى انت شكل مميز. فأي إضافة هتضاف يعمل جناح ورا، يعمل معرفش إيه، يعمل الإيرفويل، فده بيسموه adds on such as chin spoiler. المقدمة بيحطوا spoiler، chin الذقن يعني مقدمة العربية. rear wings dams has very limited use and seldom standard chrome. الأزم دي صعبة أوي، إنه المصنع اللي بيشتغل دلوقتي بالروبوت يعمل أزم لكل واحد على مزاجه، لا بيطلع عربية ستاندرد، واللي عايز يعمل حاجة يعملها بره. أزم بيبقوا ناس متخصصين يعني عشان يثبت الحاجة ثابتة صح، وما تطيرش وتنفصل وانت ماشي بسرعة تعمل حوادث، وبرضه ما تأثرش على البرفورمانس بشكل كبير يعني. Trucks and buses. Trucks and buses comes in wide variety of sizes. في light truck، في medium size، في full truck، في bus، buses، في mini bus، midi bus، full bus، double decker. And so on come in a wide variety of sizes, but they are more bluff than passenger vehicles. الجملة دي في الوقت الحاضر ما بقاش بلاف بودي، حتى اللوري بقى شكلها زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت مع بعض، ان اللوري بقى لما تشوفها من بعيد ما تقدرش تميزها كشكلا عن الاتوبيس، بقى في ستريم لاين وكل الاسطح متغطيه.
and the streamlining is more difficult. لا ما بقاش difficult. However, ما بقاش difficult ليه؟ لأن بقى الأجزاء اللي كانت صعبة إنه يشكلها كان فعلا من صاج حديد بقى يعملها فايبر جلاس أو كاربون فايبر. ده تشكيلها سهلة أوي، يقدر يعمل شكل اللي هو عايزه. However, there is a number of aerodynamic solutions, especially for trucks, which are quite important. في شوية حاجات بيعملها في التراكس القديمة في حاجة اسمها deflector و fairings و fender. الصورة أشير ليها دي كان التراك القديم أو اللي أنت بتشوفه دلوقتي في مصر زي الشكل على الشمال. فالستريم لاين بتاع الهواء بيجي بين الجاب اللي بين الصندوق والكابينة وبيحصل سيبريشن. ده السيبريشن بيزود الدراج وبيعمل نويز. فالفراغات اللي بين الاثنين دول بيبدأ يحط الجزء اللي هو جري ده النقط ده يقوم بيخلي الستريم لاين ما بيحصلش زي اللي على الشمال في ويكس. الجزء الفاصل اللي بينهم بيحط برضو بيغطيه. التغطيات ده بيسموها فيرينجز او اير ديفليكتور او احيانا انا اسميها البرنيطه. حط برنيطه فوق سطح ليه الكابينة. واحنا برضو انت عشان تبقى عندك فكرة دايما كابينة اللواري ليها سسبنشن على الشاسية عشان يبقى راحة السواق اللي جنبه. اما الصندوق بيبقى مربوط دايركت على الشاسية. فمعناها انه وانا ماشي ممكن الكابينة ليها حركة رأسية بالنسبة للصندوق. فبيبقى عادة البرنيطة اللي بيحطها ده بيثبتها يا إما مع الصندوق زي بعض العربيات اللي بتنقل الأساس ويفتح البرنيطة دي أو حتى اللي فوق الكابينة ما تبقاش ملامسة الكابينة، لازم يبقى في مسافة. بيفتح باب عشان يبقى دي مكان تخزين، تخزين وتخزين. أما أنا عايز أعمل ديفليكتور مش لازم أعملها حتى مقفولة، أنا بعمل برنيطة كده بس القوس كده يوجه الهواء زي الحاجات اللي موجودة برضو أنت بتلاحظها في بعض العربيات اللي هي بتبقى بتنقل في السوبر ماركت. السوبر ماركت والحاجات دي حاجات صغيرة، بيبقى صندوق كبير عشان ياخد بضاعة كتيرة، لأن في الغالب البضاعة دي الوزن الأجزاء قليل فأنا عايز حجم كبير عشان أنقل بضاعة كتير. فبعمل صندوق عالي. الصندوق العالي ده لو أنا أمشي بيديني سلك خد عالي جدا. أنا عملت البرنيطة دي اللي هم في الغالب يعملوها عشوائي بدون أي دراسة ممكن يوفر 30% من سلك الوقود. المسافة اللي بين الكابينة والصندوق ده بيسموها تانجنشال ستوب في اوروبيان تراكس. اوبتيمال ديزاين اوف تاندم بوديز شي اباف. انا بتكلم على اوبتيمال ديزاين اوف تاندم بوديز وحدتين ماشيين ورا بعض بيقول شي اباف اللي هو اتكلم عليها.
The first class of system is used for streamlining and the eliminating areas of dead air. The first item are deflectors or fairings fenders. The fairings are shown in the figure below. I'm missing fairing. The tangential slots are used for reducing the effects of lateral separation on the vortex pressure drag. The separation between tractor and the steerer is a problem of tandem aerodynamic see above. The drag is still dependent on ground effect and the block body separation as the rear as sketched in the figure below. الشكل الأتوبيس اللي كان تقليد القديم قوي كان مقطعه كده الجانبي مستطيل فده يعتبر بلاك بودي. ايه الحتة اللي فوق دي؟ ده التكييف. فمعناها ان الهواء المقابل الأتوبيس في جزء منه هيبقى من تحت وبيحصل سيبريشن، والتكييف اللي موجود فوق ده بيحصل منه سيبريشن، في المؤخرة بيحصل سيبريشن، والسيبريشن ده بيكون دوامات. ممكن الحرف الحاد ده من غير وجود تكييف يعمل لي سيبريشن برضه. بتكلم على هاي سبيد ترينز يعني مش هنهتم بيها قوي، بس هناخد شوية ملاحظات لأنه أنا لسه الأسبوع ده عملوا ترين في أمريكا سرعته وصلت 1000 كيلومتر في الساعة. الهاي سبيد ترينز مش موجود في كل الدول، موجود في مثلا فرنسا، انجلترا، المانيا، اليابان، امريكا، مش كل الدول فيها سبيد ترين. سبيد ترين بتعمل في الدول اللي ابعاد الدوله بيبقى فيها كبيره، 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو. تبقى الخدمة بتاع يا سيارات يا قطارات. القطارات عايز القطار ده يبقى سرعته عالية، فعملوا الهاي سبيد ترين. وأحيانا بيسموه بيديله اسم كده تجاري، يقول لك القطر الرصاصة البوليت ترين. فالايروداينامكس بتاع الترين ده مهم جدا. لأن عربياته كتير فيعتبر بودي تندم، يبقى مثلا 12 عربية ورا بعض أو أكتر. The resistance of high speed train is mostly due to aerodynamics. For example, two streamlined head tail locomotive pulling 8 carriages. Locomotive اللي هي بتقطر العربيات الركاب. فبيبقى في هيد في جرار امامي وجرار خلفي. بعضكم لو سافر اسكندريه كان بيبقى في قطر بيسموه الفرنساوي اللي هو المقدمه بتاعته كده واخده ستريم لاين جميل. فده القطر ده اصلا سرعته عاليه. احنا اقصى سرعه هنا السكة حديد بتستحملها 120 كيلومتر في الساعة. ف
فالقطارات الكونفنشال الجرار اللي بيخش على المحطة النهائية مش هو اللي بيطلع بالعربيات، ده بيروح فاك الجرار ده ويجي جرار تاني من الخلف ويربط في العربيات، هو ده اللي بيطلع بالعربيات. القطر الفرنساوي ده استغنى عن العملية دي لأنه بقى فيه اتنين جرار، واحد قدام واحد في الخلف، هو ماشي في الاتجاه الأمامي يبقى الجرار الأمامي شغال، وصل المحطة النهائية عايز يرجع الجرار اللي في الخلف هو اللي بيبقى أمامي دلوقتي، فده بيوفر وقت مانوفر وبيوفر حاجات كتيرة، بس التكلفة initial cost أعلى. إنما القطر اللي بيمشي نص المشوار، الجرار يمشي اتجاه واحد يعني نص المشوار القطر رايح جاي، فبيبقى العمر بتاع الوحدة دي أو المجموعة دي العمر التشكيلي كبير، فهي ليها حسبة كده يعني، واقتصاد وقت وتكاليف الطول بتاع الهيد اند تيل لوكوموتيف زي قلنا مثال القصر الفرنساوي 8 كاريجز، عربية القصر بيسموها كاريج، الطول بتاعه 250 متر، كتلته 520 طن، السبيد بتاعته 300 كيلومتر في الساعة. احنا هنا ما بنقدرش، الطريق ما بيستحملش السرعه دي، بنمشي على السرعه الطريق بتاعنا بيستحملها. would have a total resistance of about 64 كيلو نيوتن. وبين قوسين كتب لك 6300 كيلو جرام فورس. طبعا دي الوحده دي اتلغت تماما ما بقتش موجوده، على الفورس بقى بالنيوتن، of which 70-80% is aerodynamic drag and the rest is rolling resistance and mechanical resistance due to pantograph and cooling flows. القطر ده اللي بيشير ليه قطر كهرباء يمشي بالكهرباء، فالكهرباء زي ما تعرفين زي المترو كده بيبقى فيه وحدة كده فوق القطر اللي بتوصل له الكهرباء، ده اللي بيسموه بنتوغراف and cooling flows. This only valid in condition of straight plane track with no atmospheric wind. ده طبعا شرط ان مفيش ويند، لو في ويند بتاثر بقى التوتال ريزيستنس دي بتتغير، لو الويند مع اتجاه السير القوه دي هتقل، لو عكس اتجاه السير القوه دي هتزيد قوي. هنسال واحد فيكم كده، لو التوتال ريزيستنس 64 كيلو نيوتن والسرعة 300 كيلومتر في الساعة، إذا محتاج باور قد إيه؟ القطر ده يبقى الباور بتاعه كام؟ تاني يا دكتور معلش؟ التوتال ريزيستنس زي ما قال 64 كيلو نيوتن تفتكر محتاج باور قد ايه؟ حد يقدر يحسبها؟
التلتمية على 3.6 هديني 83 متر وثلث متر في الثانية. هي قلنا 64 كيلو متر، 64 هديني كم؟ 5312 يا دكتور. 5333 وثلث كيلو نيوتن متر بالسكن. يعني كم كيلو وات؟ الوات بيساوي ايه؟ نيوتن متر بالسكن، صح؟ الوات وحدته نيوتن متر بالسكن. الكيلو وات بضرب في 1000، 1000 متر، 1000 نيوتن متر بالسكن. فأنا خلاص أنا حاطط الفورس بالكيلو نيوتن، فده كيلو وات على طول. يبقى عايز 5000 كيلو وات، 5333 وثلث. ده أنا محتاجه. طيب الإفشنسي كام؟ يعني الوحدة اللي هتولد للطاقة دي عشان أوصلها للعجلة، هقسم على الإفشنسي. فده في الغالب بيبقى قطر كهرباء، فاللصص في الكهرباء بتبقى عالية لأنه بحتاج كرنت عالي. بس لو قسمنا على 8/10 يبقى عايزين جرار القدرة بتاعته حوالي 7000، 6666 يعني نقول 7000. كيلو يعني كم حصان؟ لو نتكلم عن حصان 1.36 اضرب 1.36 يبقى حوالي 9000 حصان. فاذا القطارات والجرارات بتاع الجرار بتاع القطر ده عباره عن باور ستيشن اللي موجود في مصر، لان احنا ما عندناش قطارات كهرباء الا المترو طبعا. وكانت ترام زمان. وكان مترو مصر الجديدة. الحاجات دي كلها اتشالت يعني. وكان عندنا اتوبيس زمان ايامنا ما كنت انا في الكلية، طالب في الكلية، كان في اتوبيس بيمشي بالكهرباء. ولسه موجود في بلاد كثيرة في العالم يعني. Aerodynamic is particularly important in these cases. الأيروديناميك مهم في الحالات الآتية. فصل الشير. يا دكتور. طيب هناخد ريست عبال ما اوضب الشير تاني. اتفضل. ريست 10 دقايق.